حكمت الجزائر على 49 شخصاً بالإعدام في قضية جمال بن إسماعيل، لكن في الجزائر حكم الإعدام لا ينفذ بل يعوض بالحكم المؤبد. فما قصة وقف تنفيذ الإعدام في الجزائر في فترة حكم بن بلة وبومدين والشادي بن جديد؟ تم تنفيذ الإعدام في الجزائر، لكن سنة 1993 أوقف تنفيذ حكم الإعدام في فترة حكم علي كافي والتي سيرها العسكر. في هذه المرحلة تم تنفيذ الإعدام في حق الإسلاميين المقبوض عليهم رميا بالرصاص فيما عرف بالمحاكم الخاصة. لكن الرئيس اليمين زروال في نهاية 1993 أوقف تنفيذ الإعدام بطلب من الأحزاب والمنظمات قبل مباشرته للحوار مع الفيس. ومنذ 1993 تم الحكم على الكثير بالإعدام لكن لم ينفذ. بومعرف مبارك المتهم بقتل بوضياف حكم عليه بالإعدام أيضا ولكن لم ينفذ هذا الحكم. أما القصة الأغرب في تاريخ الإعدامات فكانت في عهد أحمد بن بلة. قتل وزير خارجية أحمد بن بلة خميستي سيدي محمد، وكان القاتل هو زنادي محمد، يعمل صحفيا في جريدة الشعب. كانت دوافع الجريمة حسب الرئيس بن بلة صراعا حول امرأة اسمها مشيش فاطمة، نائبة في المجلس التأسيسي عن ولاية تلمسان، وهي أرملة الشهيد العقيد لطفي. كانت مخطوبة لزنادي محمد وأخذها منه خميستي سيدي محمد وزير الخارجية دون علمه بخطبتها من قاتله. وقد تزوج خميستي بمشيش فاطمة في 22 من ديسمبر 1962 قبل اغتياله بثلاثة أشهر. القاتل بعد القبض عليه في 11 من أفريل 1963 تم تحويله للمحاكمة بتاريخ 28 من جانفي 64 ليحاول قتل نفسه بتاريخ 29 من جانفي 64، لتؤجل محاكمته إلى تاريخ 5 من فيفري 64 ويحكم عليه بالإعدام. لكن صبيحة إعدامه، وهو اليوم نفسه الذي أعدم فيه العقيد شعباني من طرف بومدين، أي يوم الثالث من سبتمبر 64، تلقى بن بلة طلب عفو من القاتل، فأصدر بن بلة عفوا عنه ليستبدل حكم الإعدام بعقوبة السجن المؤبد. الرجوع لتنفيذ حكم الإعدام في الجزائر في ظل عدالة ضعيفة وتحقيقات متسرعة سيحول هذا الحكم إلى تصفية للحسابات الشخصية منها والسياسية، بل سيصل الحد لإعدام كثير ممن لا يستحقون الإعدام، من الذين لا تزال ملفاتهم تستحق المزيد من البحث في الدلائل.